حرصت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز على حضور عزاء صديقتها الفنانة الراحلة ماجدة 19 يناير 2020 في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة. وظهرت لبنى وقد أجهشت في البكاء خلال تقديمها واجب العزاء وسط محاولات من الفنانتين دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي لتهدئتها. ووسط بكائها ظهر صوتها وهي تبكي في حديث جانبي معهما تشكو من عدم سؤال أحد عليها وأنها تخشى أن تموت دون أن يعلم بموتها أحد. وردت عليها الفنانة دلال عبد العزيز بقولها: معلش يا حبيبتي، أنا عارفة إننا مقصرين في حقك. وهنا وهي دلال عبد العزيز بتواسيها بتقول لها: إحنا مقصرين في حقك. وهي بتقول: أنا خايفة أموت ومحدش يعرف عني حاجة. كبر السن مشكلة، هنا في شبابها كانت زي القمر طبعا. وهنشوف مين أزواجها ورحلتها في الحياة، رحلة طويلة. هنا وهي طفلة زي القمر طبعا، هي جميلة في مراحل عمرها كلها. لبنى عبد العزيز مولودة 20 نوفمبر 1935، ممثلة مصرية ولدت في القاهرة وتلقت تعليمها في مدرسة سانت ماري للبنات، ثم أكملت تعليمها بعد ذلك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكملت دراستها الماجستير في التمثيل في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. تزوجت لبنى عبد العزيز من المنتج والمخرج رمسيس نجيب، والذي أنتج لها معظم أفلامها وأخرج لها فيلمين. ده رمسيس نجيب أول زوج للبنى عبد العزيز. كان تلاقيها من المنتج رمسيس نجيب بمثابة مفاجأة مدوية لجمهورها الذي يعرف أن العلاقة التي ربطت بين لبنى عبد العزيز وزوجها كانت علاقة قوية على المستويين الفني والعاطفي، إذا كيف يمكنهما الانفصال؟ لبنى كانت أحرص ما يكون على دوام علاقتها الزوجية ولم تحبذ الانفصال في أي وقت من الأوقات، ودوما كانت تضع نصب أعينها العرفان بجميل زوجها رمسيس نجيب، وأنه هو من مهد لها الطريق الشاق وأخذ بيدها حتى أصبحت نجمة من مصاف النجمات الأوائل. ورغم ذلك كانت غاية الفنانة المصرية أن تكون زوجة مثالية وسعيدة في بيتها ومع زوجها، وكان التمثيل بالنسبة لها مجرد هواية تستطيع الاستغناء عنها وقتما شاءت، ولكن اختلاف الطباع بينهم والغيرة الشديدة كان بداية النهاية لزواجهم. لبنى تلقت نبأ طلاقها كغيرها من الجمهور، حيث قرأت نبأ الانفصال في إحدى الصحف الفنية، فظنت المسألة مجرد خطأ تعرضت له الصحيفة، ولكنها فوجئت بتليفون من محامي رمسيس نجيب، والذي رجاها بذوق أن ترسل إليه من يتسلم ورقة الطلاق. وعن ذلك قالت لبنى لمجلة الموعد عام 1965: لم أفقد الأمل في استئناف حياتنا الزوجية بالرغم من كل المتاعب التي واجهناها معا أو كل منا على حدة، ولكن ورقة الطلاق قتلت الأمل وأنهت القصة الطويلة نهاية مؤلمة. ثم تزوجت لبنى عام 1965 من الدكتور إسماعيل برادة الذي سافرت معه للولايات المتحدة عام 68 وأنجبت منه ابنتين. ده إسماعيل برادة زوجها الثاني، أنجبت منه بنتين مريم ودين. وهنا تحية كاريوكا كانت معاها، سمير صبري دكتور إسماعيل برادة زوجها التاني، وهنا لبنى عبد العزيز وبنتها سار. في عز مجدها الفني فضلت الممثلة المصرية لبنى عبد العزيز الاعتزال والتفرغ تماما لرعاية أسرتها، وسافرت إلى أمريكا حيث قضت هناك حوالي 30 سنة قبل أن تعود مع زوجها وتستقر في القاهرة. لبنى تزوجت من دكتور إسماعيل برادة وعاشت معه حياة زوجية سعيدة لمدة 45 سنة حتى وفاته المنية، ثم ارتبطت بعد ذلك بقصة وقد ارتبطت به بعد قصة حب جمعتهما داخل أروقة الإذاعة التي كانت تعدها لبنى عبد العزيز بيتها الثاني. سمراء النيل تحدثت عن قصة تعرفها بزوجها الراحل قائلة: ارتبطت به بعد قيامه بالإعداد الموسيقي لبرنامج
ركن الأطفال. الإذاعة الذي كانت تقوم بتقديمه قبل أن يتغير عنوانه فيما بعد ليصبح العمة لولو، ولفت نظرها كما تقول بثقافته الواسعة واطلاعاته المستمرة وعشقه الشديد للفن، إضافة إلى كونه كان طبيبا ناجحا وإنسان مهذب للغاية. زواج لبنى عبد العزيز والدكتور إسماعيل برادة أسمر عن ابنتين هما سارة ومريم، وأصبحت الممثلة المصرية الآن جدة لثلاثة حفيداتهن مريم وسارة ودينا. غابت الفنانة لبنى عبد العزيز لسنوات طويلة تجاوزت 17 سنة عن الوسط الفني بعد زواجها وسفرها إلى أمريكا مع عائلتها لتأخذ قرار العودة والاستقرار في مصر منذ عدة سنوات. لبنى عبد العزيز عادت من السفر لتستقر بشقتها ذاتها التي كانت تسكنها قبل سفرها، وقد أدخلت عليها تعديلات بسيطة، ولكن منزلها اليوم لا يزال كما كان أيام الزمن الجميل. في السينما المصرية حدث في عام 57 عندما كانت تعد لتحقيق صحفي يتضمن المقارنة بين السينما الأمريكية والمصرية، تطلب ذلك منها الذهاب لاستوديو الأهرام لتلتقي هناك بالمنتج رمسيس نجيب والمخرج صلاح أبو سيف، اللذين أدركا منذ اللحظة الأولى أنهما أمام موهبة فنية تنبض بالتلقائية، فعرض عليها العمل في السينما، لكنها رفضت كعادتها، وهو ما دفع رمسيس نجيب للذهاب لوالدها ليقنعه بأن يترك ابنته تدخل عالم الفن، فترك لها والدها الأمر برمته لتتخذ فيه ما تراه. فطلبت مهلة للتفكير، إلا أن القدر لم يمنحها إياها، حيث فوجئت لبنى بالعندليب عبد الحليم حافظ يطلبها في اليوم التالي للقائه، فذهبت إليه ووجدت عنده أستاذها الكاتب إحسان عبد القدوس الذي كتب قصة الفيلم، وكان جارا وصديقا لوالدها والمخرج صلاح أبو سيف، حيث اشترك الجميع في إقناعها ببطولة فيلم الوسادة الخالية. كان العرض مغريا بشكل لم تستطع رفضه، فخرجت من ذلك اللقاء وهي تحمل سيناريو الفيلم بين يديها. وعلى الرغم من أجر لبنى في ذلك الفيلم لم يتجاوز مبلغ 100 جنيه فقط، إلا أنها خرجت من الفيلم وهي تحمل تقدير الجمهور وإعجابه بها، فقد حقق الفيلم نجاحا هائلا عند عرضه، وأصبحت قصة الحب التي جمعت بين سميحة وصلاح حديث محبي السينما. وحتى الآن لا تزال تلك القصة واحدة من أشهر قصص الحب على الشاشة الكبيرة، وبعد ذلك قامت بالاشتراك في 17 فيلما آخر، وكان آخرها فيلم إضراب الشحاتين أمام الممثل الراحل كرم مطاوع وإخراج حسن الإمام. بعد هذا الفيلم هاجرت مع زوجها الدكتور إسماعيل برادة للولايات المتحدة، ربما لأسباب سياسية وهروبا من سطوة مراكز القوى آنذاك، حيث قضت ما يقرب من 30 عاما قبل أن تعود مع زوجها وتستقر في القاهرة. وفي نفس الشهر الذي عادت فيه من عام 98 قدمت لبنى مسلسلها الإذاعي الناجح الوسادة لا تزال خالية. مشوارها الفني جاءت بدايتها الفنية الأولى في الإذاعة عندما كان عمرها لا يتجاوز العاشرة، حين قام بزيارات في منزل الأسرة عبد الحميد يونس مدير البرامج الأوروبية بالإذاعة وصديق والدها، وعندما رآها أدهشته طريقة إلقائها للأشعار وذكائها وتلقائيتها في الحديث، فرشحها للاشتراك في برنامج ركن الأطفال الذي كان يذاع على موجات البرنامج الأوروبي. ونجحت لبنى وتوطدت علاقتها بالإذاعة حتى أسند لها تقديم البرنامج وهي بعد لم تتعدى 14 من العمر، وذلك لإجادتها التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية طبعا. وظلت لبنى تعمل كمقدمة لركن الأطفال بدون أجر حتى صار عمرها 16 سنة، وهي ذات الفترة التي التحقت فيها بالدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة شأن أبناء الطبقة المثقفة. ورغم الدراسة لم تقطع صلتها بالإذاعة، بل زادت مسؤولياتها عن البرنامج بعد أن باتت تتولى إعداده وتقديمه وإخراجه أيضا، وقد جاءت عودتها إلى مصر في عام 98 من خلال الإذاعة أيضا، فقد عادت للأضواء وفوجئ بها جمهورها تعود ببطولة المسلسل الإذاعي الوسادة لا تزال خالية، وهو مسلسل يستكمل أحداث الوسادة الخالية، وشاركها في المسلسل نفس فريق الفيلم.
من خلال عدة لقاءات صحفية أجريت مع الفنانة لبنى عبد العزيز في منزلها، جمعنا لكم هذا الألبوم من الصور شاهدوها. أنا وهي في منزلها، هنشوف منزلها يحمل الطابع الفن وزمن الفن الجميل. هي عايزة دلوقتي حد يبقى يسأل عليها، بتعاني من الوحدة طبعا بعد وفاة زوجها، ومبقاش في حد بيسأل عليها. أنا مع مفيد فوزي. ربنا يديها الصحة. لو عجبكم الفيلم والفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. شكرا لكم.